معايا على الهاتف الآن مداخلة هاتفية مهمة جدا، الأستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. أهلا بيك، صباح النور. الأول لازم نطمن على حال الإسماعيلي الموسم الجديد، دايما لما نجيب سيرة الإسماعيلي جماهير الإسماعيلي تسألنا هل الإسماعيلي هيفضل الإسماعيلي بتاع السنتين اللي فاتوا ولا هنشوف إسماعيلي مغاير، إسماعيلي عظيم كما عهدناه على مدار سنوات طويلة؟ لا ان شاء الله الاسماعيلي هيكون حاجه مختلفه السنه دي ان شاء الله، ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر يعني نعمل موسم كويس ان شاء الله نرضي بيه جماهيرنا. الصفقات الجديده للنادي الاسماعيلي تبدو يعني مشرقه بالتفاؤل، تبدو يعني حماسيه ولاعيبه عندها خبرات وممكن تساعد الاسماعيلي الفتره اللي جايه. يعني ده كلام مظبوط، الحمد لله احنا كل مكان في اكتر من اثنين على مستوى عالي قوي، المنافسه هتبقى قويه جدا. اعتقد ان شاء الله يعني بتوفيق ربنا وان شاء الله مع المدير الفني مستر جاريتو واللعيبه اللي جبناها واللعيبه القديمه والنجوم اللي قدام اللي موجودين ان شاء الله يكون شكلنا السنه دي مختلف. في الصفقات الجديده عايز اسالك عن صفقه تحديدا وهو صالح جمعه. صالح جمعه موهبه فذه من المواهب الكبيره يمكن النادره في الكره المصريه، بس صالح بقاله فتره بعيد من ايام النادي الاهلي، حتى مع السيراميكا احيانا كان بيبقى موجود بس احيانا اكثر كان بعيد. امالك بالنسبه لصالح جمعه؟ احنا كلنا كجماهير كوره نحب نشوف صالح جمعه يرجع تاني صالح جمعه، انتم متوقعين ده؟ قعدتوا معاه اتكلمتوا معاه في هذا الامر؟ لا، صالح طبعا عنده اصرار قوي جدا ان هو يرجع لمستواه ويبقى احسن كمان، ويعني انا بتوقع له عن نفسي ان شاء الله يعني ان هو ان شاء الله هيروح منتخب مصر عن طريق الاسماعيلي. هايل. يعني كمان هو بيتقدم جدا في التمرين، مستر جاريدو قال لي ان هو يعني كل يوم افضل من اللي قبليه، انا اتفرجت له على تايم في مباراه وديه كان هايل. فان شاء الله مع فتره الاعداد دي بحيث انه يرجع للفورمه بتاعته ان شاء الله، انا اعتقد ان صالح ان شاء الله في ربنا وربنا بين عنه الصبر ان شاء الله ان هو هيبقى مفاجاه الدوري ان شاء الله. مفاجاه الدوري ان شاء الله، ان شاء الله نحب نرجع نشوف صالح جمعه موجود كمان في منتخب مصر. زي ما حضرتك قلت اسالك على الاسد الجزيري وقصه ايقاف القيد والامور دي اتحلت ولا لسه ما اتحلتش؟ ان شاء الله بكره بيتم التحويل، وان شاء الله اعتقد على بعد بكره ان شاء الله نستلم السويفت التحويل وان شاء الله يبقى ينتهي الموضوع الاسبوع ده باذن الله. هايل هايل، ده خبر عظيم جدا يا فندم، هايل خبر عظيم جدا. طيب عبد الرحمن مجدي مكمل مع الاسماعيلي ولا في عروض؟ مكمل مع الاسماعيلي قولا واحدا ان شاء الله. قولا واحدا ان شاء الله. طيب في اي لاعب من اللاعبين الاساسيين او الركائز الاساسيه ممكن يمشي او نشوفه بره النادي الاسماعيلي في الفترة الحاليه؟ لا، انا قلت قبل كده النجوم الاساسيين اللي مش هنفرط فيهم ان شاء الله، وربنا يقدرنا ان شاء الله ان احنا نحافظ على كل النجوم بتوعنا مع اللعيبه النجوم الجداد اللي موجودين عشان خاطر ان شاء الله يعني يبقى الاسماعيلي اللي احنا نتمناه ان شاء الله. طيب سؤالي الان، هو اي نادي جماهيري او اي نادي في العالم لو عنده بعض الامور الماليه او بعض الصرف اللي صرفه، انا عارف ان الاسماعيلي صرف كتير في فضل الانتقالات الحاليه، في المقابل بتبقى محتاج تبيع لاعب او اتنين عشان تقدر تعوض هذا الامر وتعوض المرتبات وتعوض كمان العقود بتاع اللاعبين الجدد، هل ده يدور في راس نادي الاسماعيلي ولا انت شايف انه جماهيريا ممكن الامور يبقى شويه فيها بعض الرفض؟ والله احنا بنكافح، يعني احنا كمجلس اداره بنكافح عشان خاطر يعني موارد النادي عشان نحافظ على اللعيبه النجوم بتوعنا وما نحاولش نبيع اي حد يهز الفرقه. فربنا يقدرنا ان شاء الله وان احنا نقدر نحافظ على قوام الفريق، ويعني طبعا كل الانديه في العالم بتبيع، لكن البيع لازم يكون بطريقه صحيحه، يعني لازم يكون البديل موجود والبديل اللي يثبت نفسه وتبقى عارف ان البيع ده مش هياثر على الفرقه، وفي نفس الوقت البيع يبقى على مستوى النادي وعلى مستوى اللاعب من ناحيه القيمه الماديه والفنيه، كل الاشتراطات دي. حقيقة الموضوع مش مجرد بيع وخلاص، يعني البيع المحروس هو البيع الاستثماري، هو البيع اللي احنا يعني ممكن نفكر فيه لو هو هيفيد النادي وهيفيد اللاعب وفي نفس الوقت ما يهزش الفرقه خالص ولا ياثر في حلم ان احنا الاسماعيلي يبقى مختلف. طيب بعيد عن الفريق الاول، عاده نادي الاسماعيلي على مدار التاريخ كان من اكثر الانديه المصريه اللي هي بتطلع ناشئين رائعين جدا وقطاع ناشئين في منتهى القوه، هل في خطه لتطوير قطاع ناشئين نادي الاسماعيلي الفتره القادمه؟ طبعا احنا عملنا يعني سبونشر شيب او يعني بيسموها شراكة رياضية مع شركتين متخصصين في
تنميه المواهب، اولا اكتشاف المواهب ثم تنميه المواهب. هي. باسس علميه عن طريق الداتا، يعني الكمبيوتر والجي بي اس والحاجات دي كلها، منها شركه المانيه يمكن تشتغل مع اكبر انديه في العالم زي لايبزيج، وبالتالي باحدث الطرق الحديثه سواء في اكتشاف المواهب في مصر كلها من اسوان لاسكندريه لكيفيه تطويرها بالاجهزه العلميه والحديثه. ده طبعا بخلاف ان طبعا الاسماعيليه دايما ولاده وفيها احسن ناشئين في مصر. فان شاء الله التوليفه دي كلها، واحنا عندنا على فكره ناشئين كويسين جدا في المنتخبات ومعروفين بالاسم كلهم. صحيح. القطاع بتاعنا حتى من قبل ما نعمل هذا التطوير العلمي، لكن عندنا ناشئين كويسين قوي، والفتره الجايه باتباع الاسلوب العلمي والشراكه الرياضيه مع هذه الشركات المتخصصه اكتشاف المواهب وتطويرها، ان شاء الله هيبقى الفتره الجايه القطاع الناشئين ان شاء الله نتمنى انها تكون كويس جدا ان شاء الله. استاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاسماعيلي، واحد من اهم الاسماء في الرياضه المصريه بشكل عام وفي كره القدم بشكل خاص.